اتكلم معاه. طب خلينا يا كابتن معلش ناخد تليفون، تليفون مهم طبعا مع رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا فندم. لا هو دلوقتي بيقول لاسماعيل مالكش دعوه، وحتى اسماعيل بيضحك لما قال له مالكش دعوه. مساء الخير يا كابتن حازم. ازيك يا كابتن اسماعيل؟ ازيك. هو المره الوحيده اللي اسماعيل اتدخل بناء على طلبي، كنت متغاظ جدا من الراجل ده. امتى؟ اسماعيل وانت دواء الجمعه انت ما يجيش ربعك، وبشوفه كده على الخط بيقعد يتكلم ويعمل زعل، كنت واقف كده تقعد زعل العيال شويه. فالماتش ده كنا كسبانين فيه ثلاثه، فوقف زعق فبرقب ورا جاله، وكنت قعدت اقول له اقعد اسماعيل ما تتدخلش خلص عليه. قال لي مش انت اللي الروح الجميله اللي بين مجلس الاداره وبين اللعيبه دي التوليفه، الروح الجميله اللي بين مجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والطبي وعلى راسه اسماعيل يوسف هو اللي عمل التوليفه الجميله دي. وخاصه ان النحس كان مشي، النحس مين؟ النحس كان حد يقود الزمالك في وقت من الاوقات، والنحس كان الاهلي اسمهم الالترس من ساعه ما طبوا علينا الزمالك ما خدش حاجه. وانت جربت يا كابتن حازم، كنت في مجلس عندك احسن لعيبه لو تفتكر، وكل يوم مصيبه عندك، غرامه مش عارف ايه عشان افتحها نادي ايه، موضوع ابو جلبيه مش عارف انت كنت ايام ولا ما كنتش موجود ايام في المجلس لما قال اقتحموا بتاع بالجلبيه الا الحقيقه احنا. فاللعيبه على فكره، لعيبه الزمالك او الاهلي عايزين جو من الهدوء يا جماعه. يعني النهارده اللاعب لما بيلاقي للاسف الشديد جمهور زمان كان بيقعد يشجعك ايا كان، جمهور دلوقتي انت بتبقى بلعب كويس وجايب جون وعمال يشتمك. جمهور دلوقتي او مش جمهور، مش عايز اقول، عايز اقول لسامينا ناس ان جمهور الزمالك ده بالملايين الملايين الملايين ده جمهور محترم. عايز اقول البلطجيه الموجودين دلوقتي، اللي اسمهم البلطجيه الموجودين دلوقتي، انت رايح مثلا تونس رايح تشجع؟ لا، انت رايح تشتم بلدك، جيش بلدك، رئيس بلدك، فريقك. لا طب يا عم انت زعلان من الرئيس السيسي مثلا، خلاص. طيب انت زعلان من مرتضى، مش هناك، مش هناك ناوي ماله. لا ومش هناك، مش في تونس يعني، عندنا في مصر نتكلم في الكلام ده، لكن مش هناك. لكن للاسف الشديد، عشان قلت لك المنظومه بقى ليه نجحت عشان اللعيبه. يعني انت بتسال، انا طبعا يعني حظ عمر ايوب انا ايه، قلت اصحى اصلي المغرب وانام تاني، فاصطادني في الفتره دي. يعني عشان بس اوضح جزئيه صغيره يا جماعه، اللعيبه اللي مشيت محمد شعبان، احمد عيد، احمد سمير، احمد علي، خالد قمر الاعاره، احمد طبعا سنين اعاره، كل الولاد اللي مشوا والله العظيم ادب، مش عايز اتكلم على موجودين دلوقتي، ادب واحترام ووفاء، يعني كانهم مولودين في نادي الزمالك برغم انهم مشوا. شوف اخر ماتش بيبكوا من الفرحه انهم كسبوا، ده دي الروح اللي احنا عايزينها. طبعا الولاد الولاد اللي كانوا موجودين من الاول، سواء حازم امام او عمر جابر او ابراهيم صلاح، دول من الزمالك من الاول يعني. او اللي احنا اشتريناهم السنه اللي فاتت وكملوا، او التسع لعيبه الجداد اللي احنا يعني ربنا وفقنا. عمر جابر يا فندم خلاص تتقفل الموضوع تمام مع بوردو؟ لا عمر جابر انا مش ببيع علبه كبريت، لا عمر جابر ده الماس، واخد بالك؟ فما ما ينفعش 400,000 يورو وده انا اخش السجن انا ومجلسي، لان ادو الباك الشمال انا بايعه ب 4 مليون دولار، يعني 4 مليون يورو، الدولار ده تقريبا بقى زي اليورو يا كابتن، زي اليورو صح تقريبا. طبعا اجي انا اليمين يعني الشمال، طبعا مع احترامي طبعا انا بهزر طبعا، الشمال يعني عايز اقول اهلي الشمال ده بيخش النار، لكن الشمال يبقى اهلي اليمين، اليمين الخطوه اليمين عمر جابر ابيعه ب 400,000؟ لا طبعا، لا عمر يكمل معانا، وهو عمر نفسه يعني ما يرضاش ان بدأ ثمنه للاسف، يعني ده ما يجيش ثمن عارته شهر اكيد. فعمر مكمل معانا النهارده يا فندم مع العقاد مع شيكابالا، يعني عايز برضه انا عايز اتكلم على شيكابالا يا فندم بالذات في حاجه معينه، ان يمكن حضرتك على شيكابالا النهارده يمكن يعني كان في مشاكل بين حضرتك وشيكابالا كبيره جدا، ولكن انت حضرتك اصريت ان شيكابالا يجي نادي الزمالك، ودي حاجه بشوفها يمكن جيده جدا، حاجه بتشوف المصلحه العامه وليس المصلحه الشخصيه، ودي حاجه يعني زي ما قالها كاسمعين كمان لمسه وفاء للولد، وان انتوا وقفتوا جنبه في وقت صعب جدا، دي حاجه لازم نحط عليها خطوط كثيره جدا، ان ممكن حضرتك تكون يعني مثلا يبقى في علاقه سيئه مع حد او مثلا مش راضي عن حد، ولكن الامور بتختلف مع اختلاف المواقف والمناصب، حضرتك بشكل او باخر النهارده وجود شيكابالا في نادي الزمالك اكيد هيساعده بشكل كبير وترجعه تاني لبلده وترجعه تاني للنادي، ده اكيد موقف يعني ممكن ما يبقاش فنيا النادي الزمالك محتاجه قوي، ولكن انت الموقف ده اعتقد هيبقى يعني صالحك بشكل كبير يا كابتن حازم. شيكابالا محسوب على ممدوح عباس، شيكابالا عامل معايا مشكله قبل كده معايا شخصيا، لكن ما فيش اب بي او فيش قاضي بمشاعره الشخصيه
تأثر على قراراته. شيكابالا لاعب موهوب، شيكابالا عنده ذخيرة من الموهبة ربنا مديها له سبحانه وتعالى، إن شاء الله يحافظ عليها لأنه خلص هو خد درس. فأنا النهاردة يعني لما يجي أنا عندي مشكلة مع ممدوح مثلا، ماشي يا كابتن حازم تمام، جه أنا نادي الزمالك قال بعد الدوري خلاص يا جماعة مفيش حاجة اسمها شاط، الناس كلها ترجع، بنمد إيدينا كل الناس وعلى رأسهم ممدوح بس. أنت شو سمعت الكلام ده؟ ما ينفعش بعد يوم او يومين ليه حاجز على مستحقات النادي في الشركه الراعيه. طب انا عايز اشتري لعيبه، طب انا عايز ادفع فلوس الولاد. فانا عايز اقول يا ريتنا كلنا يا كابتن حازم نتجرد من مشاعرنا الشخصيه تجاه بعض ونحب حاجه اسمها بجد الكيان. سيبك من العيال الالترس اللي هو الكيان، وهم لهمش علاقه بالكيان ولا ليهم علاقه بالبلد اصلا. الكيان هو نادي الزمالك. وانت يمكن شفت بعد ما كرمنا وخدنا البطوله انت نفسك اندهشت، ايه كم الملايين الزمالكاويه دول اللي ظهروا؟ عارف كانوا فين؟ موجودين صح، واغلبيه بجد مش هزار، اغلبيه. انا كان معايا المهندس عادل القيعي من كام يوم بيقول لي الزمالك اعلامه اقوى من الاهلي. لا ده الاستاذ عادل دمه خفيف يعني. ما قلت له مش لدرجه يعني، هو ظهر اه بس مش الولد ده مضى عقدين واخد بالك، وارتكب جريمتين وغلط في النادي، وكل طالع يقول لك ايه ومحمود الشامي، وازاي محمود الشامي يجرؤ، وازاي محمود الشامي وراهم شبطانين في محمود الشامي اللي هو اصلا اهلاوي وعضو في النادي الاهلي. لكن انا في النادي بالنسبه لشيكابالا احنا عندنا مؤتمر صحفي يوم الاحد ان شاء الله، ان شاء الله هيشرفنا فيه الاستاذ محمد ابو السعود مدير رئيس نادي الاسماعيلي، والكابتن احمد حسام المدير الفني للنادي الاسماعيلي، وهيحضر اثنين من الذين دعموا شيكابالا، الدكتور مدحت العدل والاستاذ عمرو الجنايني، مع طبعا لان فيريرا مسافر كابتن اسماعيل يوسف. هنعمل مؤتمر عندنا في نادي الزمالك عشان نعلن عن التفاصيل ونسلم الاستغناء الاعاره للنادي الاسماعيلي، النادي الشقيق. ليه بقى شقيق؟ لا هو بيخطف مني لعيبه ولا بخطف مني، انا بقى عايز ادعمه، عايز اسماعيل يبقى قوي، عايز المصري يبقى قوي، وعايز عايز الانديه كلها تبقى قويه، لان الدوري هيبقى قوي لما كل الانديه تبقى قويه، هيبقى الدوري العام قوي ومنتخب مصر باذن الله. زي ما انت شايف في ذخيره من اللعيبه، يعني واحد عبد الله السعيد مثلا لم يتم اختياره صح. وانا قناعتي ده من احسن اللاعبين في مركزه تمام، واحد زي حسام غالي من احسن اللاعبين في مركزه. لكن لما يكون الراجل كوبر عنده يعني عايز اقول حديقه بقى فيها فل وياسمين وورد، هيبقى محتار في الاختيار. فانا بقول اهو سواء انا او الاهلي او اي نادي، طول ما بيدعم فريقه وبيوفر لهم الامكانيات اعتقد ده كله فايده للمنتخب المصري اكيد. يا فندم انتخابات لجنه الانديه يوم 6 ان شاء الله، حضرتك هترشح نفسك تاني كرئيس؟ انا حددت، انا اللي محدد الميعاد النهارده، وده كان سبب ان انا رحت اتحاد الكره النهارده. السبب الاولاني ان انا انت عارف كان حصل لغط الجلسه اللي فاتت، هل الزمالك تنازل عن سحب الشائع التنازل او الكلام اللي اتقال دون. اتاكدت طبعا الزمالك كبير، الزمالك مش صغير، الزمالك لما يوفي حد يوعد بكلمه مجرد كلمه بينفذها. اكدنا تنازلنا النهارده بصرف النظر عن موقف الاهلي قابل التنازل مش قابل التنازل. انا هو قابل ومش قابل ده على فكره لغايه دلوقتي ما وداش ورقه انه رافض التنازل، خلي بالك ده بيخاطب الجماهير مش اكتر، ده بيخاطب جماهيره. لكن احتراما للجنه انا رحت النهارده ثم متاخروا شويه، فانا اجتمعت مع بعض في اتحاد الكوره ومشيت وسبت تاكيد التنازل احتراما لجماهير النادي الاهلي، الجماهير المحترمه، الجماهير العاشقه للناديه، ما عنديش مشكله معاها. عندنا مشكله باختلاف وجهات النظر بيننا وبين السيد رئيس النادي الاهلي، هو مش قاعد على طول وانا مش قاعد على طول، لكن الكيان ده موجود والكيان ده موجود طبعا. ان شاء الله باذن الله يوم الاحد اللي جاي ده اللي بعديه هيحصل اجتماع لجنه الانديه، هو طبعا اول اثنين فيها دلوقتي هم تجيهم بالتعيين، هو الاستاذ محمود الشامي والاستاذ ايهاب الهيطه. اتحاد الكوره اجتمع امبارح وقرر ان هم يمثلوا اتحاد الكوره في اللجنه. والله اذا كان النادي الاهلي ما اتكلمش عن رئيس النادي الاهلي، زاد النادي الاهلي رشح نفسه رئيسا للجنه الانديه، اول انا قلت كده النهارده صوتي للنادي الاهلي. لا والله يعني حضرتك مش هتخش لو هو دخل النادي الاهلي، لان شرف ان النادي الاهلي يقود زي ما الزمالك قاد سنتين الحمد لله. السنتين اللي فاتوا كان نجاح كبير، خلصنا مشاكل مع رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير ووزير الاستاذ عصام الامير بتاع وزاره التلفزيون، وزير الماليه، وزيره التضامن الاجتماعي عشان حجز التامينات. والله النادي الاهلي اذا كان عنده رغبه يرشح نفسه، انا بقول اهو صوتي هيروح للنادي الاهلي ان شاء الله. طب ده كلام مهم ومحترم جدا من حضرتك، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وبكره ان شاء الله هنكون معاكم باذن الله في النادي، في بكره تكريم لمجلس اداره من ترابيزه الكوره يعني الاسامي الكبيره. مبارك انت والوالد. انا هبقى هنا بس، هبقى هنا على الهوا معلش، هبقى على الهوا هنا، ولكن هنبعت ان شاء الله كاميرا تصور اللقاءات وان شاء الله دايما في احسن حال باذن الله. بشكرك يا كابتن حازم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.